قال تعالى والعصر، والعصر هذا قسم بالعصر، والعصر هو الدهر، الدهر بما فيه. أقسم الله عز وجل بالعصر لأن العصر فيه أعمال بني آدم وفيه الخير وفيه الشر، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على عصره، أن يحرص على وقته، أن لا يقتل وقته كما يقول الجاهلون: تعالوا بنا نضيع الوقت، تعالوا بنا نقتل الوقت، هذه جاهلية جهلاء. بل يجب أن نستغل أوقاتنا في طاعة الله عز وجل، ومن الغبن العظيم أن تضيع أوقاتك. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري في صحيحه. أقسم الله عز وجل فقال في المقسم عليه، قال: إن الإنسان لفي خسر. أل تفيد الاستغراق لجنس الإنسان، جنس بني آدم، كل بني آدم في خسارة، كل الناس خاسرون عند الله عز وجل، خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة، وهذه هي الخسارة العظيمة. قال الله جل وعلا: نعم، آخر سورة التغابن، الذين إن ذلك هو الخسران المبين، الذين خسروا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا، شو الآية؟ لا لا لا، آخر. المقصود أن الله بيّن في عدة آيات أن الخسارة العظيمة في ترك طاعة الله جل وعلا. فلذلك الواقع المشاهد أن أعظم الناس في خسارة، ولذلك الله عز وجل عمم الخسارة هنا لجميع بني البشر فقال الإنسان، وهذه تفيد الاستثناء. ثم استثنى، ودائما المستثنى أقل من المستثنى إيش؟ من هذه قاعدة الاستثناء. طيب، استثنى الله عز وجل من اتصفوا بأربع صفات: الصفة الأولى صفة الإيمان وضده الكفر، الصفة الثانية صفة العمل الصالح وضده العمل الطالح وترك العمل الصالح، والصفة الثالثة التواصي بالحق ومعناه الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير وتوصية بعضهم بعضا باتباع الحق والهدى والنور وطاعة رب العالمين، والرابع التواصي بالصبر، وهو التواصي بالصبر على طاعة الله، والتواصي بالصبر عن معصية الله، والتواصي بالصبر على أقدار الله المؤلمة، وبخاصة التواصي بالصبر على الحق والدعوة إلى الحق. ولهذا ذكر التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأنه لا أحد يجعل من همه أن يوصي الناس بالحق إلا أوذي، فلذلك وجب عليه أن يصبر. ولذلك هذه الآية مفيدة جدا للدعاة إلى الله ومعلم الناس الخير وتطمين لهم أنهم على صراط مستقيم. فإذا آذاك الناس فاصبر، فإذا آذاك الناس فاصبر، فإنك على الحق إن شاء الله تعالى ما دمت تدعو إلى الله على بصيرة.